عمري لله بعد شو اسوي؟ ستي جاي ترخصي لنفسك هيك. ايش تريدني اسوي له؟ صار لي اسبوع زعلانه حتى ما فكر يشيل تليفوني يسال عليه وعلى جهاله. طب مرض عسى لا حاجه وياك. انا ما عندي مشكله اذا اظل زعلان، اهم شيء ما يمد ايده علي، وهاي السالفه صار اكثر من مره يعيدها وقام يضربني حتى قدام الجهال. مره ثانيه اذا مد ايده عليك قولي له تحكي ويا اخواني، وانا خمس دقائق يمك. الله يخليكم لي. والله بعد ما مات بابا ما عندي غيركم بهاي الدنيا. ما دخل يحمد ربه، مو زين طينا مره، المنطقه كلها طردته. هذا الحكي هسه صار قديم، صار لي فوق العشر سنين من تزوجته، لازم اتحمله بعلاته وطلايبه، صار عندنا جهال وعشره عمر. اي بس مو معناها هينك اراوي نجوم الظهر. لا لا اكيد ما راح اسكت له بعد. والله كانك راح تسكتي له. لا ما اسكت له، يعني هالمره انا عفت له البيت وطلعت لانه تجاوز علي وعلى بابا الله يرحمه. المهم انا ادبته وانا ما ردت اجيبك، بس اسوي لك؟ انت لحيتها حتى تجي، انا ارتوى يجيك. يلا ماما. يلا أمي. إيش ما يصير يبقى بيتي، حتى لو إيجار يبقى بيتي، بعدين الجهال يردون أبوهم. أقول الصدق شو وقت العملية مال عين ياسر؟ الدكتور قال بعد سنة. الله يشفيه إن شاء الله. يلا عيني طب جو واخذ جهالك. كنت أتمنى أشرب وياك شاي، بس ما أدري أعرف أنا جايبك. وأنا راح أنتظرك بالسيارة. أبقى ربع ساعة أخاف كل شيء يصير بين هذا مو أدري. لا لا إن شاء الله ماكو شيء. يلا مع السلامة. مالك علاقة طب أنا أنتظرك. هسه جيج. هاي شنو؟ اللصبه بدون فضايح. يا فضايح، ومن دا يسوي فضايح انا لو انت؟ وجايب بنيه بيتي؟ بيتك؟ هذا بيتك. ليش عفتي؟ لك انت ايش قد زباله وحيوان؟ وصلت بيك تجيب بنات للبيت؟ بيتي وبكيف انت ما عليك يلا. مثل ما هو بيتك، بيتها غصبا عليك. اخذ اختك واللي بنا وانت ليش؟ بعد ما اشوف وجهك هنا، يلا. ايه تدلل تولي. بس تطلقها يا طايح الحظ. اه طلقها مو على اساس كيفك لازم اطلقها انا مو؟ تطلقها؟ لا هنا قدام جهالك. هسه على اساس اختك بدر منه، سراوة حبيبتي اعتبر روحك مطلقه، واخذ اخوك وروح منها يلا. Spotted the infringement and it will be a free kick in a position of genuine menace. Go! هنعم تزعر! يلا! عم ترى ما يصير هيك راح يطلع الصبح وانتم بعدكم تلعبوا وصوت التلفزيون عالي مو دا احكي وياكم نصوا للتلفزيون من نصي هذا النصي شو نسمع يعني تاني وياكم انتم شلون امه قالت لنا راح نلعب بالهول شلون وضع اسود يابه تشكو شبيك جهال دا يلعبون وصوت التلفزيون عالي عادي جهال ويلعبون غير عطله طفل مسوي عمليه ترى انت والله ذبحتينا كل العالم ورا العمليه يومين ويصيرون زينين الا انت ابني شاخذ له شهر طفل مريض وبعدين مو وضع هذا الجهال بالعشره يلا يكملون لعب انا وجهالي ما نشوف النوم لا وتبدين نعوف لك غرفنا ونطلع عيني لا عيني لا تعوفوا لي غرفكم بس خلينا نصون التلفزيون مو كافي قاعدين بالهول ترى انت مللتيني ما تعودتي على هذا الوضع اي مو صار لك سنه
شبيه تسرى؟ شبيه؟ حالي حال اي وحده مسويه مكسوره. زين بالله هاي ما تستحي؟ يعني بدال ما تقول لي تجيبي ابنك المريض وياي بالغرفه، انت تدرين اليوم رجلها خفر؟ خليه يمي احسن، بعدين هي طردت ابنها حتى تنام براحتها. زين انت ماما ايش عندك هنا ما تقوم يمي بالغرفه؟ هي معوده دعو فيه، هي بغت عليه. روحي اماني، روحي نامي، روحي. Teachers cannot teach when there is no heating, no lighting in their classrooms. And I ask the Right Honourable Gentleman, whose fault is that? No, no, that is yours! Methinks the Right Honourable Lady doth screech too much! Hello, وشلونكم؟ Hello. Hello, عين شلونكم؟ شنو رأيكم باللي سويته بشعري، حبيته؟ اي كلش حلو. تدري شقد غالي هاي المصالون اللي رحنا لها؟ مستحيل، يعني انا مجرد صبغت شعري وشويه ترتيبات 150 الف. ليش 150؟ ايش دعوه؟ وبعدين انا مطيش بس 100. اي مو انا عندي 25 ودانت من انوار 25 فصار 50 الف. هي صح شغلها غالي بس شغلها يخبل، اجينا ما اشوف. زين ليش ما اخذت الصوره وياكم؟ منيلنا ما عندنا فلوس، هي 100 الف انطاني اياها خالد وانا عندي 100 وسوينا بيها شعري. ايش عندي رايحه؟ أنا ما أريد أغير شيء بنفسي. بس تدرون أنا كان عاجبني يعني شعري هيك أسويه فاتح، أحس رح يطلع أحلى. لا يخبل أصلاً، اللون بداعة. امشي امشي. عاجبك خبي. نايم مقمص فوق راسي ومشغل اليوتيوب. على كيفك ويا الولد. إذا مرة ثانية لقيته بالغرفة أكسر رجله. اليوم معالي راح تجينا خطار، خلي شوية نرتب الهول ونشيل هاي الفراشات منا، شو تقول علينا المرة؟ ننام بالهول؟ تسوي؟ إيه حبيبتي، ما يصير تخلين الرجال على راحته، ترى يهملك، لازم تظلين ورا حتى يحس بقيمتك، تدرون أنا أبو علاوي إذا أخابره وألقى تليفونه مشغول، أظل أحقق وياه يوم كامل. بس هيك خاف بالعكس يقوم يسوي غير سوالف ويسوي اللي يريده بعدين. لا عيوني انت الظاهر ما تعرفين الزلم بعدك. طبعا ما تعرف للزلم، لو تعرف كان ما اتطلقت. اقول سراوي ابو جهالش طريقك كم يجي؟ اي يجي يشوف جهاله كل شهر. يعني ولو هو فضول مني ترجعي له؟ لا ما اريد ارجع له. بس انت ما يصير تبقين هيك شيء، مو صحيح. الله كريم. اقول ليش متزوجين ماهر؟ مو بنته بقدي هذا؟ اي هو صحيح بنته بقدك، بس هو زوج اولاده ما شاء الله وبعده بحيله، صح عمره 58 سنه بس ما شاء الله بيته ملوك وسيارته وحالته الماديه كلش نايس. اشكرك، انا اريد ابقى على جهالي. انا ارتحت وياك بس هي اخذيها نصيحه، بس هي تبقى يمك اكيد. يعني انت هسه مره مطلقه وعندك جهال، يعني لا تخلين ببالك من راح يجيك ولد شاب وما متزوج، ترى ما يقبلون اهله، يعني لازم تاخذين واحد كبير حتى يداريش وتداري، مو صحيح؟ من رخصتكم. يا هاي شبيها زعلت؟ عوفيها خلي تزعل، كملي سالفة أبو علي أحسن. إي عيوني، نرجع لأبو علاوي. أرجع لأحسن من الضيم اللي شفته. الرايح والجاي ظلوا يجيبوا لي شكو شايب عندهم، محتاج لوحدة داري بآخر أيامه. أني صوتي سمعت كلام إخواني. هو علاء قابل كان معيشني بجنة، هشو كتل وهانة وتحقير وفوقها أبو نسوان. بس
أريدك ترجعني. هو هم رجعنا لنفس هاي السالفة. صار كم شهر تعيدين نفس هاي القوانين. ممليتي؟ ليش ما أجيب الجهال؟ تفتحين هذا الموضوع. خلاص بعد انسى الموضوع. إيش بيك؟ أنت ما تجاوبي. لا. دا جاوبك وأقول لك لا. بعدين تعالي. أنت تريدين ترجعيني تحبيني؟ لو تعبت من نظرة الناس. لو أخوانك ملوك. على مود الجهال. إيش بيهم الجهال؟ بيمشي؟ ما بيمشي. الجهال محتاجيك يمهم. أنا ما أقدر أفيدهم بشي. 24 ساعة ملتهي. علاء رجعني والله ما أحكي شيء. وإذا تريد بات برا البيت بات. تريد تتأخر تأخر. أقول لك شيء؟ حتى إذا تريد صادق فأنا صادق. بس خلي الجهال يعيشون بيناتنا. لا تحطين عذرك بالجهال. لو تموتين ما رجعت على سويتي بيه. نسيت إخوانك؟ جرجروني بالمحاكم وقعدوني عشاير؟ غير الضرب اللي أكلته منهم. بس إذا أزج علي حتى رجعت. ما حد دازني عليك. أنا أريد نرجع. سرش بيك. أنا خطبت الأسبوع الجاي. شنو؟ خطوبتك شنو؟ والجهال؟ وأني؟ أنت شنو؟ إحنا غير مطلقين. بعدين أنت ليش أباك أنا خوش ولد؟ ليش بابا أنا أحقر من أخوتك؟ يعني قلبي ما ينكسر عليك. إيش بيك؟ بعد هذا الموضوع تفتحي لبنيان ما عدا إنه ما رجعت. وهذا شرطه له الوحيد. وإذا عاد جهال إيش بيهم الجهال؟ موجودين يمك. أما إذا أنت مليت منهم عادي رجعيهم عليه. بس أنا عندي شرط. تقبلين بي أهلا وسهلا. ما تقبلين بي شاف هذا الحائط أرجع راسك بي. وديهم لأمي. هم أنت ترتاحين منهم. هم أنا أشوفهم براحتي. هم أشوفين دربك واللي خطبك قليل الجهال عند أبوهم. ها؟ إيش قلتي؟ يلا في مالها. هلا بس خلنا نتفاهم. سرى سد الموضوع. بس حتى الجهال ما لهم حابة عند أبوهم. رب شو أسوي؟ حياتي هنا كل يوم تسود أكثر من اليوم اللي قبله. ليك هاي ليش سويت؟ أنا علمك شلون تضرب ابني. أنا علمك هسوي غيري يوخر إيدي. ابني ضرب ابني بعيني على مود يفقس عيني يسوي اعمى مثل ما هو اعمى. شو؟ بس تعال ابني بس تعال. نزلها لايدك نزلها لايدك. ما بيها شيء يعني. ضربه بحاجبه. زين كان راحت عند الولد. من وراك كان راحت عند الولد. ابن الكلب ما تلزمين انت ابنك. الله بلانا بيك وبجهالك. كافي! عيني سراء انت واختنا. واكيد احنا ما نقبل احد يضوجك ولا احد يهينك. بس نسوي هذا وضعنا وهذا حالنا. انا ما عرفت ليش متعبه نفسك قاعد تحرقين بروحك. اذا تشوفين نفسك ما مرتاحه رجع العلاء.
وانا انتظرك حتى ارجع له. حكيت وياه فوق الاربع مرات وما قبل، واخر مره قال لي جوزي مني خطوبتي الاسبوع الجاي. الرجال راح يشوف حياته، وانا ابتليت بالجهال وبيكم وبنسوانكم وبحكي الناس اللي ما يرحم. وفي خل ولي لا ترجعي له. وعندك حل الوضع؟ ونفس هذا علاء اللي تقول لي رجعي له، مو انتم بنفسكم قلتوا له بدنا ترجع لبيتها معززه مكرمه؟ تالي وين قعدتوني بالهول؟ بسبب عركاتكم ومشاكلكم وياه وكرامتكم حتى عن حقوق الطلاق تنازلت. والله ما اعرف ايش اقول لك. طبعا ما تعرف ايش تقول لي، كل واحد بيكون محتار بحياته، بس انا بقيت على وضعي. هو بطلني من الوظيفة على مود الجهال، وانتو طلقتوني منه وحرمتوني من حياتي ودمرتوها. ليش هي حياتك كانت حلوة وياه؟ أمر من المر، بس على الأقل كنت سادة بابي علي. وإذا أنا هانيت أنا هان من شخص واحد بس، وهسه حتى الخطار اللي يجي قام يذب لي حكايتين تخليني ما أنام الليل. ونسوانكم ما قصرن، وجهالي لو اذبهم درى ايتامي دارهم اكثر منكم. انا احكي ويا البنات بعد ما حد ضوجك. ايش قد يردن يتحملني؟ يوم لو يومين. احسن حل اجر شقه لي وجهالي. حلو. مطلقة وقاعدة واحدة ببيت، الناس تقول علينا. اوف وحكي الناس الله يخليكم. سمعوا حكايات خطكم مرة واحدة. سرى انت هم تقبليها الناس تقول علينا قاعدين اخوتهم ببيت بواحد. بعدين ما تعيشين؟ النفقة اللي تاخذيها من علاب القوة معيشتك. واحنا ما عندنا ساعتك كل شهر. ابنوا لي غرفة وحمام فوق السطح. غرفة وحمام؟ كلف 7 ملايين، انت بطرانة؟ والحل؟ تتقدم أسرة بنجعام بمقترح إلى الحكومة العراقية بتنظيم صندوق يسمى إسكان الأرامل والمطلقات، ويهدف إلى منح الأرملة أو المطلقة قرضاً بمبلغ 7 مليون دينار ليساعدها في بناء مكان لها داخل بيت الأسرة الذي تعود له في حال لم يكن لها مأوى، حيث يكون القرض للراغبات فقط، ويتم استيفاؤه بالتقسيط بعيد الأجل بما لا يبخس حق المرأة في النفقة التي تصلها شهرياً. كشف مجلس القضاء الأعلى عن وقوع 10 حالات طلاق في العراق كل ساعة، وأن 70% من حالات الطلاق تتم خارج المحكمة، حيث يلجأ كثيرون إلى المكاتب الشرعية لتوقيع الطلاق تفادياً لمحاولات الصلح التي يقوم بها القضاة في المحاكم لمنع الطلاق. مرصد الحريات للدفاع عن المرأة المعنفة أوضح أن 65% من حالات الطلاق سببها الأوضاع الاقتصادية ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الزواج المبكر.